متابعينا الكرام، بكل تأكيد حديث كبير يدور عن أعضاء شرف نادي الاتحاد. الزملاء أعدوا لنا تقرير في هذا الخصوص، نشاهد. بعد اعتماده رئيسا لهيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد، ها هو الدكتور خالد المرزوقي يعود بثوب جديد لأروقة العميد. يعود وهو يحمل على عاتقه تطلعات جماهير عاشقة بحثت كثيرا عن معشوقها. بعقله المتزن وبإخلاصه المعهود عاد رئيسا لأعضاء أجمعوا عليه ليكون هو رجل المرحلة. عاد المرزوقي وفي جعبته الكثير لانتشال فريقه الجريح الذي أنهكته التخبطات وأرهقته الخسائر وعصفت به الوعود الزائفة. خالد المرزوقي رئيسا لهيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد، عنوان يبعث على التفاؤل وينبئ بمستقبل أجمل في ظل التوافق الذي يحظى به رجل المرحلة. الدكتور عاد ليلملم أوراقا صفراء مبعثرة وينقذ ما تبقى من أحلام جماهير نادي الوطن. ملفات كثيرة تواجه الرئيس الجديد، ديون ومستحقات، قرارات وتعاقدات، آمال وتطلعات، وعميد يبحث عن عمادته، يفتش عن نفسه، وجماهير جريحة تترقب دواء يصفه طبيب القلوب. سابع الدوري ولغير العادة يحاول فقط التشبث بمقعده في بطولة الأبطال بعد أن غابت النمور عن آسيا، وستظل غائبة في الموسم القادم ما لم يضع المرزوقي يده على مكمن الخلل. فما المأمول وما المنتظر من رئيس هيئة أعضاء الشرف الجديد؟ وما الذي يمكن فعله في المرحلة الراهنة؟ وهل يصلح المرزوقي ما أفسده الدهر؟ أهلا بكم. بالتأكيد دكتور، ثقة رجال الاتحاد كبيرة بك بشكل كبير من خلال التنصيب بهذا المنصب. بداية خلينا نسألك، هل تمت خطوات مسبقة قبل هذا التنصيب أم لا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أمسي عليك وعلى الأستاذ فيصل الحقيقة ضيفك المحترم، وطبعا أشكرك على هذه المقدمة الطيبة اللي بتذكرني بأيام العمل عندما كنت رئيسا لمجلس إدارة نادي الاتحاد، وكان معي مجموعة الحقيقة من مجلس أعضاء إدارة ساهموا معي في عمل جماعي منظم مؤسساتي ولله الحمد. طبعا ما في شك عملية الاختيار لي خلال أعضاء مجلس الشرف كان بي يعني توصية أو كان بي الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز الله يديله الصحة، كان دائما يعني يخبرني أن يجب أن أتقدم لرئاسة المجلس، خاصة أن هناك كانت 4 سنوات فجوة من نهاية التكليف الأستاذ طلعت لامي بهيئة أعضاء الشرف منذ 4 سنوات، ولا يوجد مجلس شرفي يشرف على سير الأمور في نادي الاتحاد. وكان الأمير جزاه الله خير يعني طلب مني أن يعني حبا في نادي الاتحاد أن أعود مرة أخرى لممارسة العمل، وبالتالي تم عقد جمعية عمومية لهيئة أعضاء الشرف. نعم. والحقيقة أشكرهم جميعا اللي أعطوني هذه الثقة، وجدت ولله الحمد يعني ثقة جماعية وموافقة جماعية، وهذا يعني أثلج صدري وجعل المهمة أصعب بالنسبة لي في المرحلة القادمة، لأني ألاقي هذا الدعم من الجميع. فأنا أشكرهم الحقيقة على إعطاء هذه الثقة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، والأهم أكون عند حسن أيضا ظن جماهير الاتحاد العريضة في المملكة، ونبدأ مع بعض إن شاء الله مشوار الإصلاح بحول الله. نعم دكتور، بصراحة أنا لما أعلن في التويتر أنه أنت ضيفنا جت ردود فعل كبيرة كلها يعني تشيد بك دكتور وبالمرحلة القادمة. من أهم الملفات دكتور، وأنت متوقع أكيد السؤال مني، الأمور المالية، ما هو دورك أنت في هذا الموضوع؟ وأيضا السؤال في هذا الجزء، هل تلقيت وعود من أعضاء شرف؟ يعني كما نسمع بالعادة أنه هناك أحيانا يكون دعم من أعضاء شرف،
هل تلقيت فعلا من اعضاء شرف وعود بالدعم المستقبل؟ ما في شك انه الامور الماليه لاي نادي وخاصه نادي الاتحاد هي القاعده الاساسيه اللي تبدا عليها الاستقرار الاداري، ومن ثم ياتي الاستقرار الفني. ما في شك انه الفتره اللي مر فيها نادي الاتحاد في الفتره الاخيره، والحقيقه يعني فتره نعتبر عصيبه بعض الشيء، وكانت تحتاج جهود الجميع. الحقيقه الاداره الحاليه برئاسه الاستاذ محمد حامد فايز جزاه الله خير لم تقصر واعطت واجبها على اكمل وجه، واحنا في مجلس الشرفي يعني ندعمها دعما كاملا للاستمرار لوضع خطط مستقبليه. الحقيقه نعود للوراء شويه، الوضع الحالي المالي انا كنت متوقعه عندما كنت رئيسا لنادي الاتحاد في عام 2009، وحذرت في ذلك الوقت بانه سوف ياتي يوم يعني النادي حيكون في وضع مالي حرج بسبب بسيط جدا حسابيا، وانا لست رجل محاسبه، انه مصروفات نادي الاتحاد اكثر من ايراداته، وهذه مشكله كبيره، عبء كبير، انه مصروفات يعني وهناك دائما عجز يتجاوز 50 مليون. وبالتالي لم نضع، وانا واحد منهم والوم نفسي ايضا لا الوم الاخرين، انه لم نضع خطه ماليه محكمه من ذلك الوقت حتى نصل. كنا لا نحتاج اليوم الى الوصول الى ما وصلنا اليه، لكن للاسف يعني كانت هناك الادارات ليست ثابته متغيره، وهذه خطا احنا نتحمله، وبالتالي ما يوجد يعني رؤيه مستقبليه لوضع عمل مالي موحد يعني يفيد النادي في المرحله الان. يعني اللي المهمه طبعا ليست سهله، ولا اقول انه انا يعني املك عصا سحريه لاغير الوضع من يعني الوضع المالي السيء اللي احنا وصلنا له الى فجاه الى نادي مليء بالمليونات، لكن وضعنا خطتين مع اللجنه التنفيذيه اللي تم اختيارها بعنايه، واجتمعنا يمكن على مدار 10 اجتماعات، ووضعنا خطه انه نحاول انه ندعم النادي في وقت قصير، يعني خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل تحفظ كيان للنادي الاتحاد. الفرصه والخطه قصيره الاجل تشمل في تنوع مصادر الدخل. طبعا انا الحقيقه اعضاء الشرف والداعمين لنادي الاتحاد والداعم الاساسي اللي كان دائما خلف انجازات نادي الاتحاد جزاه الله خير، يعني قدم للاتحاد ما لم يقدمه احد على مدار 16 عام، وبالتالي الان جاء دورنا احنا كاعضاء شرف انه نفكر كيف نشارك هذا الرجل ونشيل النادي، نكمل به بخطه مدروسه علميه، لانه الوضع الحالي يتطلب الى وقفه الجميع. فعملنا خطه قصيره الاجل ان شاء الله قد يعني تاتي بالامال، يعني نبقي على بقيه الموسم، ثم بعد ذلك ان شاء الله هناك الخطه طويله الاجل من ضمنها عقود عقد الرعايه وعقود الاستثمارات اللي ان شاء الله وضعناها في برنامج مخصص، قد ان شاء الله نحل الامور الماليه، لا اعد الان ولكن نقول في الفتره القصيره القادمه ان شاء الله. نعم دكتور، خلينا صريحين اكثر، في اسماء وعدت ب يعني دعم نادي الاتحاد، كيف ما في اسماء من اعضاء الشرف وعدوا بالدعم يعني لك انت شخصيا من خلال هذا المنصب؟ والله شوف، انا عشان اكون صادق معكم مع جمهور نادي الاتحاد، لا يوجد وعد صريح، ولكن يوجد وعد بالمسانده ان احنا وضعنا لهم برنامج صحيح مدروس، لانه الحقيقه الان يعني عشان نضع اموال طائله وما نسيرها السير الصحيح، فطبعا دي بتخلي الداعم او تخلي اي شخص يعني يضع اموال كبيره شويه في يعني حيره. فاحنا الحقيقه انا دائما صريح مع جمهور نادي الاتحاد ومع اعضاء مجلس الاداره ومع الجميع ان شاء الله، ودائما في وضوح وشفافيه، انه انا على اتصال بكل الاخوه الداعمين، لكن في نفس الوقت اضع البدائل دائما واضع خطه بديله ل يعني وضع او حلول ماليه سريعه. لكن ما في شك انه الاعضاء الحقيقه لم حتى الان يعني احد يعدني وعد بدفع المبالغ الكبيره اللي يعني
كانوا يتوقعوها، ولكن إن شاء الله بالفكر والعمل الجاد الصحيح اللي يسعى في طريق الاستثمار اللي إحنا شئنا ما بينه يعني هندخله بعد سنة أو أقل إن شاء الله. نعم دكتور، يعني في لاعبين عندهم رواتب متأخرة، وهذا الشيء يعني مقر فيه الإدارة وهو واقعي. كذلك فيه يعني عقود لبعض اللاعبين لم يعني تسدد الفترة ها، وفي ديون كبيرة على النادي في الفترة هذه. الآن أنت قبل شوي تتكلم إنه في خطط راح تقدم لأعضاء الشرف، هذه يحتاجها وقت طويل، لكن الفترة الحالية الآن وش راح كيف راح تتصرف أنت في هيئة أعضاء الشرف؟ والله أول شيء إحنا اجتمعنا مع رئيس مجلس الإدارة يمكن اجتماعين، وطلبنا منه وضع فعلا المبالغ الفعلية اللي يجب على النادي الآن سدادها في على وقت القصير لإيجاد السبل الوسيلة للحصول عليها حتى نقوم بسداد اللي هي أهم شيء زي ما تفضلت الرواتب. أنا موافقك إنه في بعض الخطط قد تأخذ وقت، لكن أنا قلت في الأول إنه لا أملك عصا سحرية إنه بين يعني يوم وضحى إنه أنا يعني نجلب 50 مليون، ما يمكن أو 40 مليون، هذه يعني من الصعوبة. يبقى بنتكلم بصراحة ما بنعطي نادي أو لجميع نادي الاتحاد الواقع، هذا صعب جدا، لكن على الأقل أنا معك إنه على الأقل يعني بنضع يدنا في يدهم لتوفير أهم عامل هو الرواتب والالتزامات اللي هي يعني يحتاجها اللاعب لكي أيضا يشعر بأمان ويعطي داخل الملعب. جميل دكتور، في الزميل فيصل المطرف يحب يتدخل معك، تفضل فيصل. اي نعم دكتور، بالنسبه هي الجزئيه الاهم في الاتحاد خلال الفتره الماضيه اللي طبعا نتكلم عن كره القدم والفريق الاول. نعم الجزئيه الاساسيه اللي هو عدم وضوح من يتخذ القرار، ظهور اكثر من شخصيه اتحاديه في المشهد الاتحادي عند اتخاذ القرار. نشاهد الرئيس السيد محمد فايز فترة يظهر لنا بعض أعضاء الشرف زي السيد لؤي قزاز، وفي فترات سابقة ظهرت أيضا شخصيات أخرى، لا نعلم من هو صاحب القرار في نادي الاتحاد. الجزئية الثانية تعليقك في ظل الأزمة المالية أيضا الراهن الاتحاد، توقيع صفقات باهظة جدا، ويمكن الأبرز نتحدث فيه هو أحمد الفريدي يمكن تجاوز 30 أو 35 مليون ريال. شوف يا سيف، أول أشكرك أستاذ فيصل على سؤالي. الحقيقة أنا بصفتي رئيسا لهيئة أعضاء الشرف كان في أول اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة، كان أول محور تناقش معه أنه عملي دور أعضاء الشرف هو تنوع مصادر الدخل للنادي وجلب الأموال أكثر من تدخل في العمل التنفيذي. العمل التنفيذي أو الإداري ده من مسؤولية مجلس الإدارة ومسؤولية رئيس النادي. إذا كان هناك خلاف في عملية من يتخذ القرار فهذه مسؤولية مجلس الإدارة ورئيس النادي، لكن لو أحتاج وبلغنا رئيس النادي إلى تدخلنا إذا تفاقم الأمر إحنا ليس لدينا مانع أن نتدخل وأن يعني تعود الأمور إلى نصابها. أما عملية العقود والتي جرت سواء مع اللاعب دي سوزا أو اللاعب الفريدي أسف أحمد الفريدي، الحقيقة كلنا نعلم أنه أحمد الفريدي لاعب مميز ولاعب يعني الحقيقة يستحق أن يرتدي شعار الاتحاد وهو مميز. طبعا إحنا كأعضاء شرف طبعا في الفترة اللي تم فيها التعاقد سواء مع اللاعب البرازيلي دي سوزا أو مع اللاعب الفريدي الحقيقة لم تكن هناك لها دور، لكن لأن لم تكن موجودة في الأصل، ولكن الآن إحنا أمام أمر واقع، اللاعبين موجود والآن بيرتدوا شعار الاتحاد والآن هم بيعطوا داخل الملعب في سبيل نادي الاتحاد، فعلينا كمجلس إدارة وكمجلس شرف أن يعني نشعر اللاعب إنه إن شاء الله في أمان وإن شاء الله أمواله حتصله إن شاء الله. نعم دكتور، واضح من خلال حديثك عدم رضاك عن صفقة أحمد الفريدي. عدم لا أبدا والله، أنا بالعكس أنا يعني أنا أولا بتكلم كمشجع قبل أن أكون رئيس هيئة أعضاء الشرف، لأنه أولا أنا أحب لعب اللاعب أحمد فريدي لأنه لاعب فنان ولاعب حقيقة مهم في خط وسط. المهم أنه المدرب يستغل الاستغلال الصحيح في المركز اللي يجيده أحمد الفريدي عشان يفيد نادي الاتحاد. أما هو كلاعب
أنا لا الحقيقة أقول غير أنه فعلا رجل يعني يفيد نادي الاتحاد كثيرا ولاعب ممتاز ومميز. طيب فيه أيضا جزئية مهمة، عمر الخولي عضو إدارة مجلس الاتحاد سابقا وهو رجل قانوني في برنامج القصة من الداخل مع الزميل بدر الفرهود تحدث عن جزئية مهمة هي التحذير من العمولات والسمسرة، واضح أنه كان يرمي في هذا حديث للإدارة الحالية. نعم. كيف ممكن تتعاملون مع هذا الموضوع؟ والله شوف، أولا أنا يعني تحدثت شخصيا مع الدكتور عمر وجلس معه جلسة مطولة، لكن في نفس الوقت ده كان في فترة سابقة والدكتور تكلم فيها. الحقيقة طبعا أنا أحب أطمن سواء الدكتور عمر، أولا يعني أنا عن شخصي كرئيس مجلس أعضاء شرف لا أقبل بصراحة الإساءة لأي عضو شرف أو لأي عضو مجلس إدارة أو لأي عضو عامل في نادي أو لاعب في نادي الاتحاد، لا أقبل له الإساءة طالما هو هذا الرجل بيعمل ومن وبيعطي من وقته ومن ماله ومن جهده لنادي الاتحاد. بصراحة لا أقبل الإساءة له بأي ظرف في أي كان، ولا لا بالتلميح ولا بالمباشرة. إذن وهذا يعني واضح وهيكون تعاملي مع الجميع، لا نقبل. لكن لو هناك عند الدكتور عمر أو عند أي شخص آخر ملاحظات على مجلس الشرف أو على النادي أو المجلس الإدارة، إحنا بابنا مفتوح ومستعدين أن نسمع له داخل البيت الاتحادي لنضع الحل. الحل لا يكون عبر وسائل الإعلام وعبر التجريح وعبر الإساءة للآخرين، إنما يحب يكون الحل يكون بالتعقل وفي داخل البيت الاتحادي. وإحنا على استعداد في أي وقت أنا متواجد، إذا هناك مشكلة سوف أتدخل وأحلها. بالنسبة لما حصل طبعا أنا يعني الحقيقة استعد كثيرا، لكن إن شاء الله الأمور تحل داخل البيت الاتحادي. ولكن أطمن الجماهير نادي الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة وكل من هو محب لهذا النادي، أقول لهم أنه لن إن شاء الله توجد أي عمولات ولن يوجد أي وسيط في العقد القادم لنادي الاتحاد. الاتحاد سوف يكون هو النادي اللي سوف يعني يتم توقيع الرعاية مباشرة. نعم. مع الراعي بدون وسيط وبدون أي عمولات، وهذا أطمن للناس لا تقلقوا طالما إن شاء الله إحنا موجودين. نعم دكتور، يعني أنت تحدثت عن موضوع ببدأ فيه مرة أخرى، الرعاية لنادي الاتحاد هو ملف مهم بكل تأكيد، راح يعني يغني الاتحاد عن أمور كثيرة مالية. يعني هل هناك عقد يعني ممكن تخصنا في الحديث عنه أو تقديم لبعض العروض اللي يعني إن شاء الله أنا تفك يعني أزمة كبيرة من الأمور المالية الاتحادية؟ أولا يعني طبعا لا تنسى أنه نحن على عقد شراكة مع شركة الاتصالات السعودية. صحيح. ونحن في السنة الخامسة من هذا العقد أو السنة الأخيرة، قارب على الانتهاء دكتور، والانتهاء تقريبا في شهر 5 بالميلادي، يعني حوالي شهرين من الآن. شهرين تقريبا. نعم. والحقيقة الشركة الاتصالات السعودية يعني شركة يعني على قمة مستوى التعامل والاحترام والعمل المؤسساتي الصحيح. صحيح. وكان بينه وبينهم عقد محترم وما زال محترم، ونحن في نادي الاتحاد نحترم الشركة ونحترم أصلا يعني دخولها في المجال الرياضي. الحقيقة هي أثرت المجال الرياضي أكيد وحقيقة وفكت يعني بتقول أزمات كثير على الأندية. لكن كان العقد في الخمس سنوات الأولى كلنا نحترمه، وهي لها طالما تعاملنا معها في هذا الوقت والآن مرتاحين في التعامل معها الحقيقة، فهي لها الأفضلية بلا شك في أن تقدم ما تشاء ونقعد على طاولة المفاوضة. هي لها الحق الأول بالتقديم، وسوف نقعد معها على طاولة المناقشة وإن شاء الله نصل إلى حل معهم لما هو مفيد للكرة السعودية ولنادي الاتحاد الميلادي. الحقيقة أنا متفائل إنه الإخوان خاصة مع تغيير الإدارة في الشركة السعودية للاتصالات واهتمامهم بالرياضة إن نصل إن شاء الله إلى حل يعني يرضي الطرفين ويرضي إن شاء الله جماهير نادي الاتحاد، ويكون إن شاء الله عقد مميز بحول الله تعالى بإذن الله. دكتور الزملاء يذكرون أنت ذكرت جزئية أنه في وسيط بين نادي الاتحاد وشركة الاتصالات، من هو الوسيط دكتور؟ لا يوجد وسيط الآن.
لا يوجد الآن، لا يوجد، سابقا كان يوجد. نعم سابقا كان يوجد ومعروف، وإحنا لا نخبي أي شيء. كان يوجد الحقيقة ثلاث شركات هي من تعاقدت مع الاس تي سي، وكان الاتحاد الطرف الثالث. والحقيقة هي دي لم تكن يعني كانت إشكالية، صحيح أنه النادي كان طرف ثالث، الآن النادي هو الطرف الثاني ولا يوجد طرف ثالث إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق دكتور. احنا نستثمر وجودك معنا بإذن الله، ولكن في تقرير، قبل التقرير أنا رحب بالضيف المتواجد معنا الكابتن فهد الكلثم، حياك الله. أهلا، مساء الخير فيك أستاذي، مساء الخير بالدكتور المحترم جدا الدكتور خالد، مساء الخير أستاذ فيصل، سعيد أني هذا المساء معه، مساء الخير لمن يشاهدنا هذه اللحظة. عموما التقرير يخص شان آخر. دكتور احنا شاكرين لك تواجدك معنا في برنامج الملعب، ومتمنين لك التوفيق بإذن الله في المرحلة القادمة في نادي الاتحاد. جمهور الاتحاد يعول عليك الشيء الكثير والكثير، موفق إن شاء الله دكتور. شكرا 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 لكم، نتمنى لكم يعني تكملة البرنامج مع ضيوفك الكرام. تحياتي له للكابتن فهد والأستاذ فيصل، وإن شاء الله تثروا الجلسة بمعلومات تفيد الكرة السعودية. شكرا دكتور مرة أخرى، وبالتوفيق للاتحاد ورجال الاتحاد في القادم. زميل متابعين